كتابة في الشاعر هنري صغير مرة أعطاني نصيحة كتير بعتز فيها، قال لي اكتبي حتى لا تهرب كلمات منك عندما تنادي. كثير بحب هذا التعبير، كتابة فعلا الإنسان لما بيكتب بيضل يحس حاله على قيد الحياة. أنا بكتب باستمرار، أكيد تابع كتابتي على فيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بعتبرها هي جزء من الرسالة. أنا لأنه لا أكتب فقط جمل جمل أو أكتب شعر، أنا أكتب بغاية في رسالة من وراء الكتاب، لأنه أنا بهمني أنه لو كان في شخص واحد وصلته هذه الرسالة فهذا يعني بيحملني مسؤولية للاستمرارية بالكتابة. شيء ثاني أنا استمرت في الكتابة عليه استمرارية لأبحاثي بكتابين المرأة والمخاوة تسليما على النساء. يكمل أبحاثي لأنه أنا موضوع المرأة وموضوع حقوقها هذا موضوع بالنسبة لي موضوع أساسي إن شاء الله. أحد المقالات اللي كتبتها في عام 2005 في جريدة العصر استعرضت جملة من كتاب أحلام مستغانمي ذاكرة الجسد، تقول فيها إنك لا يكفي أن تهدي أحدهم أقلاما وورقا حتى يكتب، يجب أن تؤذيه حد الكتابة. وبعتبر أنا حقيقة رحيل والدتي بعام 2003 هو اللي شكل عندي هذا الإيذاء حد الكتابة، لأنه والدتي كان عندها طموح كبير جدا بشخصيتي وبمستقبلي المهني والعملي، وقالت لي جملة بعتبرها جملة عظيمة غيرت مسار حياتي، إنه الإنسان لما بيجي على الحياة بيروح وما بترك شيء يتذكروا الناس من بعده بيكون كأني لا ولد ولا عاش. هاي الحكمة خلتني فيما بعد إني أبدأ أعمل شيء، والشيء اللي عملته هو كان الكتاب. طبعاً الخلفية اللي أنا جاي منها من طريقة الدراسة وهي شيء أنا بعتز فيه، اللغة العربية اللي درستها كانت لغة عربية قوية، وهذا اللي ساهم أكيد في إنه يكون عندي هالأساس اللي ساعدني بموضوع الكتابة. هذا غير إنه القراءة. في شيء برا كمان قال لي حيدر حموي، الموهبة بتشكل 30% من شخصية الفنان والباقي ميراث وتمرين، و 30% الأخيرة هي قراءة. فكان يقول لي ميادة ارسمي واقرأ، وقال لي نفس الشيء بقوله لموضوع الكتابة. الكتابة هي بيكون فيها موهبة، لكن في قسم منها أكيد بده يكون في لغة عربية قوية، ولكن فيها قراءة. القراءة بتفسح المجال للخيال، وليعرف الإنسان آليات الكتابة وفن الكتابة ويستفاد أكيد. وكل ما زادت معرفته وكل ما زادت اطلاعه فبتتحول الكتابة بالنسبة له لصناعة. يعني بصير الشيء اللي بيكتبه فيه بعد فلسفي، فيه بعد اجتماعي، فيه بعد ديني، فيه عدة أطر من داخل هذا النص بيقدر يوصل للرسالة بكيفيات معينة بالإضافة لامتلاكه موهبة للكتابة. هذا شيء كتير مهم. أنا ما كنت بتخيل بيوم من الأيام إنه هالتجربة البسيطة اللي هي عبارة عن مقالات كتبتها لأخرج فيها من حزني على فراق أمي إنها تتحول فيما بعد لكتاب، وهذا الكتاب يصير في بعده كتاب ثاني، وفيما بعد لأتحول لهذا المجال ونعيش الحالة الثقافية ويكون بهذا الشريحة من العمل الفكري الثقافي. إذا بدي أحكي عن تجربتي بالكتابة كان هي بتشكل تجربة شوي فريدة من نوعها، أنا جاي من حقل ثاني بعيد نوعا ما عن الكتابة باعتباري أني أنا مهندسة مدنية. ما كان بيخطر ببالي بيوم من الأيام إني رح أخوض التجربة الكتابية، لكن وقت اللي بديت فعلاً أكتب أولى كتاباتي كانت بـ2004، وكانت هي عبارة عن متنفس لأخرج منه نوعاً ما من مرحلة بعتبرها كانت فاصلة بين الحياة الزوجية عن الحياة العملية اللي تفرغت فيها تماماً للحياة الزوجية. بعدها حسيت إنه أنا بحاجة لحضور ما، وكانت الكتابة هي الحل. بدأت بمقالات بسيطة بجريدة العصر بزحلة بلبنان. هاي المقالات هي عبارة عن حياة يومية بديت فيها ونقلتني يوم بعد يوم للقراء. صرت أدخل بيوت الناس من خلال العمود اللي بيطلع مرتين بالشهر، المجلة بتتوزع منطقة البقاع شهرياً مرتين. هاي التجربة كانت تجربة غنية جداً، عطتني شيء جميل إنه كيف بتحول كتابة لرسالة بدي نوصل من خلالها رسالة معينة ويكون لها تأثير. كيف الكتابة إنه بتصنع تغيير حقيقي،
وهذا شيء لمسته من خلال تفاعل الناس مع المقالات، تفاعل الناس البسطاء العاديين كيف يتفاعلوا مع المقال، كيف يتحول من فترة لفترة بالنسبة لهم شيء رمز يتقيدوا فيه أو يتبعوه. هاي المقالات بعد سنتين أو ثلاثة جمعتهم بكتاب، وكان أول كتاباتي اللي هي أحلام مسروقة اللي صدر عن دار الساقي في 2010. بعده بسنتين كمان صدر لي كتاب رسائل وحنين كمان عن دار الساقي. هاي التجربة الأدبية هي اللي تجربة على بساطتها، ولكن كانت بالنسبة لي مجال جميل لأني وصلت فيه أفكاري، وصلت فيه رسالة معينة كانت بتهمني، اللي هي أكيد بتدور بفلك العائلة، بتدور بفلك التربية، بتدور بفلك المفاهيم الدينية والأخلاق والعادات والتقاليد. ونجحت أني وصل هاي الرسالة من خلال المقالات ومن خلال هالكتابة اللي كانت بأسلوب أدبي بسيط جدا خالي من التعقيد، وقادر أنه يوصل لشريحة كتير كبيرة من الناس. بعد هاي التجربة دخلت الكتابة من الباب الأكاديمي من خلال عملين أكاديميين، اللي هو المرأة والأنوثة المؤنثة في حضارات وادي الرافدين، والكتاب الثاني اللي صدر مؤخرا هندسة الهيمنة على النساء، الزواج في حضارات قديمة، حضارات العراق ومصر القديمة. وهدول العملين بنوا على رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه.